حياكم الله جميعا. بالأمس كنا نتكلم عن البذور الهجينة وعن الموسم الزراعي اللي يفترض أنك تزرع فيه. الأشراب هذه مخصصة للعمالة عندي، يزرعون فيها ما يريدون. فطبعا زرعوا طماطم ولكن ليس في وقته المحدد، ولذلك هاجمته الآفات الفطرية تمام والحشرية أيضا. أيضا لاحظ شتلة الطماطم هنا كما أعطتني ثمار، أعطتني 3 أو 4 ثمرات تلاحظون، وصغيرة أيضا. جيد. أيضا هذه الأمراض، يعني بياض الزغبي، أيضا في زار مشاكل، وربما لو فحصنا أكثر نجد عناكب. جميع النباتات ما استطاعت أن تقاوم البرد لأنه إحنا ما تقيدنا بالموسم الزراعي. أيضا لاحظوا كثافة التزهير، تزهير جيد كان في البداية، ولكن ما استطاعت الأزهار أن تعقد وأن تتحول إلى ثمار، ولذلك تذبل وتموت. هذه عقدت. طيب حنشوف مجموعة، يعني مثلا هذه كم زهرة عندنا هنا، تقريبا 4 زهرات ولكن لسه صغيرة. طيب نشوف شيء من السابق، الأزهار السابقة. هذه عندنا عقد هنا، 1 2 و3، 3 عقدت، 4 عقدت. هذه ما أدري والله عقدت أو لا، لا يبدو لي أنها لم تعقد. هذه جيد. طبعا هذه البذور بذور عادية وليست يعني بذور هجينة، ولذلك مقاومتها ليست بالشكل الجيد. بالإضافة إلى ذلك أنه الموسم ليس موسم زراعة الآن، وفي الرياض وفي برد الرياض درجات الحرارة بدأت كل ما لها تنخفض أكثر. اليوم أعتقد الصباح كانت 13 مع الفجر أو شيء من هذا، فما بالك في آخر الليل أيضا راح تكون منخفضة بشكل عالي جدا. عندنا أيضا هنا الباذنجان، لاحظوا أنه مش قادر يقاوم بشكل جيد. أيضا الآفات، الذبول، يعني فلذلك التقيد بالموسم الزراعي أمر مهم جدا، وأيضا الحصول على البذور المناسبة. شكرا لكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا أهلا وسهلا. هذا نبات الفجل الأبيض في العمارية في الرياض، الملوحة للماء 7000، ومع ذلك ما شاء الله نموه جيد. طيب خلونا نشوف، ما شاء الله طالع بين البرسيم ونشوف حبتنا هذه ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، ان شاء الله نفطر عليها اليوم. بذور عادية ليست هجين، الحمد لله رب العالمين.